البيانات المحلية على التليجرام. اليوم سوف نتعرف على كيفية أو طريقة مسح البيانات المحلية على حسابك التليجرام. نأتي إلى الأعلى هنا كما ترون، نقوم بالضغط عليه، ثم نأتي إلى هنا صورتنا الشخصية نضغط عليها كذلك، ثم نأتي إلى هذه النافذة هنا، نأتي إلى نافذة الإعدادات، نأتي إلى البيانات والتخزين في الخيار الثالث، ثم نأتي إلى هذه النافذة هنا، نضغط على الخيار الأول استخدام التخزين، ثم نأتي إلى هنا مسح قاعدة البيانات المحلية في هذا الخيار، نقوم بالضغط عليه، ثم نضغط على مسح ليتم مسح قاعدة البيانات المحلية الخاصة بحسابك التليجرام. ثم هنا يقول مسح قاعدة البيانات المحلية سيؤدي إلى حذف الرسائل التي تم تنزيلها وضغط قاعدة البيانات لتوفير مساحات على جهازك. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك وضغط زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.